نشدد على سائر المطالب التي عندما نطالب حكومتنا بأن يكون لعكار وزير بل وزيران، ونحن نتوجه إلى كتلتين نشأتا سويا من خلال عهد جديد بفخامة الرئيس ميشيل عون ودولة الرئيس الشيخ سعد، نخاطبهما من خلال كتلة تيار المستقبل وكتلة التيار الوطني الحر أن يكون لعكار وزيران لا وزير واحد. ولكن لا نزال نسمع أخباراً مزعجة، وما هدفنا من خلال المطالبة إلا أن تكون أعين الوزراء على عكار داخل مجلس الوزراء وكلنا ثقة بأمثال